يسعى فريق ليبو تكس كاسل لنشر ثقافة الابتكار والبرمجة في أوساط الشباب. هنا استطاع هؤلاء المتدربين الذين لم تتجاوز أعمارهم 17 من بناء قاعدة تجريبية لأول روبوت ساهموا في صنعه. الدرجة الأولى خلينا نقولوا إحنا التقنية في جميع مناحي حياتنا الآن 24/24 نشوف بروحنا نستخدمه في التقنية. طبعا مجال الروبوت وبناء الروبوتات مجال جديد في جنوب وفي ليبيا بشكل عام. فيه فرصة وفرصة قوية وكويسة لتعلم أشياء جديدة في جانب التقني بعيد عن الجانب الروتيني اللي ماشيين به في المجتمع التقني اللي هو في ليبيا، تطبيق موقع منظومة بعيد، يعني شيء جديد، روبوت وأجهزة يعني ميكانيكية مع أدوات برمجية. شغف المتدربين للتعلم والابتكار في مجال البرمجة أعطى حافزاً كبيراً للقائمين على هذه الدورة، خاصة وأنهم على أعتاب المشاركة في المسابقة الوطنية لصناعة الروبوتات والتي ستقام في مدينة طرابلس في شهر إبريل المقبل. الشيء اللي خلاني نشارك في هذه الدورات إن شغف إن نحب الأشياء الإلكترونية والحاجات اللي فيها رياضيات وفيزياء والحاجات اللي فيها شغل دماغي فيها شيء. استفدت منها إني تعلمت البرمجة بتاع لغة الجافا، وتعلمت بعض حاجات ميكانيكية، وتعلمت واجد أشياء، لكن وتعلمت منهم الأشياء دي أنا تعلمتهم وإن شاء الله نستفيد منهم في المستقبل. حبيت أشارك في الفريق لأن عندي شغف في بالإلكترونات وتركيب الروبوتات. فريقنا فريق مجتمعي، عنده أدوار مجتمعية تطوعية زي الحملات والتشجير والتنظيم، بالإضافة إلى دورنا الرئيسي واللي هو نشر الوعي والثقافة التقنية في المجتمع. تعزيز الاهتمام بمجال الصناعات الإلكترونية ونشر ثقافة البرمجة والابتكار في سبها والمنطقة الجنوبية عموماً هي أهم الأهداف التي يسعى فريق ليبو تكس كاسل إلى تحقيقها.